حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. استحداث حلبشة يفتح شهية نواب البرلمان لإنشاء محافظات جديدة أقضية تعد العدة. من بكين وزراء خارجية طهران والسعودية يؤكدان استئناف علاقة البلدين وترتيب تبادل السفراء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبعد أن أطلقت ساعة الصفر الرسمية لتحويل حلبشة إلى المحافظة 19 ضمن الخارطة العراقية، تتجدد دعوات ونداءات سابقة لرفع درجة بعض الأقضية إلى محافظة، ورغم سلامة إجراء استحداث هذه المحافظات دستوريا بسبب مساس القضية بحاجات السكان المتنامية وتقادم النظام الإداري واستيفائه لشروط المساحة والإمكانات التنموية الذاتية، إلا أن الأمر يقرأ من زاوية سياسية أيضا، فبين تأكيد مكونات لهذه الخطوات لا تخفى أو تخفي أخرى خشيتها من المكاسب والدوافع الانتخابية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد مرور ما يقارب الشهر على الوساطة الصينية بالتقارب الإقليمي بين إيران والسعودية وكذلك عودة العلاقات مع دول الخليج، تستكمل بكين ما بدأت به إذابة جليد الصد بين البلدين ليوقعان اتفاقية رسمية بينهما بشأن استئناف تبادل السفراء وكذلك عودة العلاقات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا. إشادة كبيرة إقليمية ودولية للدور الذي لعبته الصين باستبعاد أمريكا من تحكمها وإضعاف إرادتها في الشرق الأوسط، وبالتالي الالتفاف تحت خيمة الاجتماع الدبلوماسي بشكل رسمي للبلدين، وهذا ما يثير الغضب الأمريكي ويوهن سطوة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد السابق السيد نزار السلطان. أهلا بكم سيد نزار، وكذلك الترحيب بسكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية السيد ينادم كنا. أهلا بكم سيد ينادم، وأيضا الترحيب بعد قليل بعضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية سيد محمد الشمري انضمنا بعد قليل عبر الهاتف. وأبدأ معكم سيد ينادم، تحويل حلبشة إلى المحافظة 19 وكذلك اليوم أطلقت عدة نداءات بتحويل عدد كبير من الأقضية إلى محافظات، أنا أود أن نسألك سيد ينادم عن التوقيت بهذه النداءات بهذه المرحلة والمعطيات السياسية، هل فعلا يسمح بتحويل عدد من الأقضية إلى محافظات؟ يعني تحية لكم ورمضان كريم لكم ولكل الشعب العراقي والمسلمين بالعالم. في البداية أنا أود أن أقول هذا القرار كان في كانون الثاني 2014 في الدورة الثانية للسيد المالكي. نعم. يعني ليست فلوجة لوحدها، وإنما ليست حلبجة وإنما فلوجة أيضا وثلعفر أيضا سهل نينوى، ومن ثم القرنة القائمة قامية القرنة يعني أكثر من نصف مليون بشر. نعم. في جانب التنموي نعم هي طبيعية، يعني أنا كنت أقرأ وأطالع العمان مثلا، عمان 4.5 مليون بشر لديهم 11 محافظة، نحن 10 أضعاف عمان سكان العراق، يعني مو لأنه كما قلت هي قضية جغرافية وبذات الوقت مسألة خلي أقول يعني حاجة حقيقية ل التنمية. شوف الكربلاء ما كانت محافظة بسبب سياسات بغداد، لكن عندما أصبحت كربلاء محافظة ودهوك أصبحت محافظة، اليوم كربلاء ودهوك أرقى محافظتين بالتنمية والتطور والبناء وإلى آخره، يعني ما بيها مشكلة. ولكن قد يكون البعض يفكر أنه كما تفضلتم بالتقرير أهداف سياسية مثلا، نعم، كما هي في أمريكا كاليفورنيا حوالي 40 مليون نسمة لديها أعضاء مجلس شيوخ 2،
ورود ايلاند نصف مليون بشر لديها اثنين. لا، نحن نعمل بالنظام المانيا مثلا اللي اقل ولا اعلى، يبدا من 3 إلى 7 وهكذا حتى لا ياثر قضيه سكانيه سياسيه غير ذلك. يعني نقدر في عندما نؤسس مجلس الاتحاد الذي هو بمثابه بس شيوخ نقدر ننتبه الى عدد السكان وقد عدد اعضاء مجلس الاتحاد حتى لا ياثر على عدد الكلي، يبقى نفس الحصه لتلك المحافظه قبل التقسيم. فهذه جنبه. اما ثقافيا نعم، هناك فرق كبير بثقافة أبناء فلوجة وسهل نينوى والقرنة. القرنة لها طابع ثقافي معين وفلوجة لها آخر وسهل نينوى أيضا آخر، وحلبجة كانت تكريم لها كونها كان لها دور في تحشيد الرأي الدولي للتخلص من نظام صدام حسين، مذابح حلبجة بالكيمياوي وغيرها. ولكن مع ذلك أنا أتفق لربما إذا كنتم تعتقدون أو كان الساسة يعتقدون أن الظرف غير مناسب يؤجل نسبيا، لكن مع ذلك هي حاجة للتنمية كما قلت. وانطيت مثال عمان 11 محافظة وما بهم 5 مليون نسمة، نحن 40 مليون نسمة. طيب. جغرافيا يعني الجغرافيا هي اللي تحكم، وهكذا عدد السكان اللي يحكم، ومن ثم ثقافات أيضا والجوانب الاقتصادية الأخرى. نعم. طيب، برحب بك مرة أخرى سيد نزار. فعلا هناك دواعي تنموية اليوم للارتقاء ببعض الأقضية إلى مرحلة محافظات، لو هناك دوافع سياسية أو انتخابية. شكرا لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة الموضوع استحداث المحافظات هو قضية صحية بامتياز، تتعلق برفاهية المواطن من خلال فتح مساحة أكبر لهياكل إدارية جديدة تستطيع استيعاب النمو السكاني، وهي حالة طبيعية في كل دول العالم. الشيء الغير طبيعي في العراق هو دخول العنصر السياسي وتحقيق المكاسب مثل ما تفضل ضيفك، باستغلال الموقف لتحقيق مكاسب سياسية. في العراق أنا أعتقد الحاجة ملحة جدا لرفع مستويات أكثر من قضاء، لعله عشرات الأقضية تستحق أن ترتقي إلى مستوى محافظات. ودليل آخر ممكن نطلقه مع سلطنة عمان هو تركيا المجاورة، نفوسها ضعف نفوس العراق ومساحتها تقريبا أيضا ضعف مساحة العراق، بها 81 محافظة. يعني معناته أنه أنا أعتبر المحافظات واستحداثها هو أحد مؤشرات رفاهية المجتمع باعتبار الاختناق الإداري اللي يحصل. طيب. لدى ابناء المحافظه يفك عن طريق استحداث محافظه جديده، وهذه العمليه يعني يعني بالعراق تفتقر فقط الى شيء واحد لربما نحتاجه احنا اليوم بامس الحاجه له، هو اتفاق البرلمانيين على المعيار. اذا وضع معيار ثابت لاستحداث المحافظات وصادق عليه البرلمان، انا اعتقد نخرج من دائره المكاسب السياسيه والفئويه لاستحداث محافظات، وتمشي العملية الاستحداث بشكل أصولي وبشكل طبيعي. طيب. في كل العراق. طيب، من جانب آخر، ما هي سيد نزار يعني المردودات التنموية لتحويل عدد من الأقضية إلى محافظات مثل قضاء الشامية مثلا، قضاء طوز، سامراء وغيرها؟ يعني تعرف جنابك والمشاهدين أنه المحافظة لها استحقاقات إدارية كبيرة، مؤسسات إدارية كبيرة راح تنطي يعني زخم عالي في تنفيذ مشاريع حيوية للبقعة الجغرافية المستهدفة برفع مستواها الإداري إلى محافظة، وهذه بحد ذاتها يعني ملزمة للدولة العراقية بتهيئة يعني مخصصات استثمارية، مخصصات يعني تنموية، كوادر وظيفية. بالنتيجة راح تخلق حالة نمو متسارع في هذه الرقعة الجغرافية، لعله تكون أقوى مما كانت في المحافظة الأم، وبالنتيجة راح نخلق بؤر اقتصادية نشطة في مساحات قد تكون مهملة على مدى عقود سابقة، وهذا بحد ذاته راح يوفر يفتح آفاق جديده لفرص عمل كبيره. نعم. لتطور عمراني كبير، لتطور ثقافي كبير، كل هذه مكاسب تعتبر يعني مهمه على مستوى الدوله
بشكل عام. طيب هذا إذا مثلا تم تحويل الفاو قضاء الفاو إلى محافظة، بالتأكيد راح يتم تنفيذ مشروع الفاو ويكون منجز لهذا المشروع، لكن مثلا قضاء الشامية أو قضاء طوز ممكن أن يكون بذات التنمية اللي بالإمكان أن تشهدها الفاو أو حتى الفلوجة أو سامراء. سيد نزار، يعني مؤكد أنه المحافظة يعني المؤسسات اللي تحتاجها المحافظة، المؤسسات الإدارية بحد ذاتها تعتبر قفزة نوعية في خلق فرص العمل، فمعناته أكو موازنة، معناته هناك قدرة على استثمار التخصيصات المالية لبناء مؤسسات اقتصادية مهمة على مستوى المحافظة، وكل محافظة من محافظات العراق أو كل منطقة في من مناطق العراق بها ميزة نسبية. أكيد الشامية والفلوجة والقرنة بها ميزات نسبية ممكن أن تستثمر، سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية، ممكن أن تنمى بموجب معايير تخطيطية تعتمدها الدولة في استحداث هذه البقعة ورفع مستواها الإداري من قضاء إلى محافظة. طيب سيد يونادم، تحويل المحافظات أو الأقضية إلى محافظات بها نقطة أثرها سيد نزار جدا مهمة، راح تكون وفق أي معيار؟ يعني ممكن أن يعني تتحول هذه الأقضية إلى محافظات بحدود مكوناتية كسهل لانينا ومثلا؟ يعني أنا ذكرت من خلال كلامي أكو أمور تتحكم اللي هي جغرافيا واللي هي الثقل السكاني واللي هي الثقافة جنب الثقافية واللي هي هكذا، لكن قد يكون حجة الأخوان اللي رأيهم سلبي تجاه هذا الأمر قد يكون يعني أنه ترهل حكومي كما تفضل الضيف الكريم قبل قليل، لكن أنا أقول العراق لديه 10 أضعاف بريطانيا موظفين، وعندي 30 ضعف الصين موظفين حسب نسبة السكان، ما أحتاج تعيين، موجودين الموظفين أحولهم منا لهنان. لكن مع ذلك أكرر، نعم الخصوصية الثقافية هي تختلف من موقع إلى موقع آخر، وأنا أعتذر أن طوس خرماتو كان بها قرار، أيضا طوس خرماتو سهل نينوى تلعفر وفلوجة كان بها قرار كانون الثاني 2014، لكن احتلال داعش لأجزاء من العراق أخر تنفيذ هذا الأمر. واليوم أعتقد أنه لربما الحجة كما قلت الترهل، إحنا ما نحتاج ترهل وإنما مجرد تحريك موظفين من موقع دائرة زيادة، هم قاعد ما عنده شغل عمل يحركة على ملاك هذه المحافظات، وما راح عين غير هذا المحافظ يزيد ولا ربما أعضاء المجلس عندما ينتخبوا. أكرر أقول شوف شلون صارت دهوك وشلون صارت كربلاء نسبة إلى ما قبل تأسيس محافظة، كانت قضاء متروك مهمش مهمل، لكن بعد ما صارت محافظة ما عنده بعد حق هذا يشعر بالغبن، كما هو الفقر بين البصرة والقرنة مثلا أو بصرة الفقر، أكيد خط الفقر بالمناطق مختلف جدا، يعني مشكلة هنا حتى بسهل نينوى والموصل وإلى آخره من مناطق أخرى، فمشكلة هي عندما تتحول إلى محافظة ينتهي هذا الغبن، شعور بالغبن، ويأتي وتتحقق العدالة أكثر حسب سكانها، يجيها حصتها المقسوم مالها شقد وخلاص، هم أولادها وأبنائها منطقتها قريبين، يعني يسهل المتابعة ويسهل المراقبة والأداء. فأفضل بالتأكيد كما تفضل الضيف 80 محافظة بتركيا، يعني كل مليون محافظة تقريبا صايرة، لكن عمان 5 مليون ما بيهم 5 مليون، أقل 11 محافظة، فأقل من 500,000 يعني المحافظة مالهم، فطبيعي جدا هي ثقل السكاني وثم الجغرافيا وثم القضية الثقافية تفضلتم مثلها، هي طوس خرماتو لها خصوصية وسهل نينوى لها خصوصية وفلوجة لها خصوصية وهكذا، فطبيعي جدا أن تستحدث هذه المحافظات. رحب مرة أخرى بعضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية السيد محمد الشمري، أهلا بكم سيادة النائب، وأود أن أسألك يعني كم طلب وصلكم حتى الآن بتحويل قضاء إلى محافظة؟ بالضبط العفو السؤال ما سمعته من زحمة. سألتك سيادة النائب كم طلب وصلكم في لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لتحويل قضاء إلى محافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعيكم الكرام. الحقيقة اليوم احنا بلجنتنا لم تصلنا طلبات محددة من أقضية أو نواحي، لكن اللي دا يحصل بالبرلمان هو سجالات
بين كتل سياسية ومطالبات من كتل سياسية بإدراج أقضية ومجموعة من النواحي وتحويلها إلى محافظات. أما كطلب رسمي مسجل بهذا الخصوص ما جبنا. طيب للجنة المحافظات ولا قادمة. طيب سيادتنا ما مدى دستورية هذه الدعوات بتحويل عدد من الأقضية إلى محافظات؟ وهناك دعوات عدة كسهل نينوى وتلعفر وسنجار والشامية والفاو وطوز وسامراء إضافة إلى الفلوجة، حيث يبدو أن هناك رغبة كبيرة بتحويل الفلوجة إلى محافظة. نعم، وهذا موضوع الحقيقة اللي أثار قضية محافظة حلبجة. نعم، حلبجة حقيقة الأمور يعني قضية إنسانية وليس قضية إدارية صرفة، لأنه لا أخذتها من الجانب الإداري. أنا شخصيا ذهبت إلى مكتب مجلس النواب في مدينة حلبجة وجمعت بعض الأوراق والاستقصاءات والمخاطبات الرسمية حول قضية محافظة حلبجة، وجدت أن محافظة حلبجة بمقترحها الحالي هي عبارة عن 330 ألف نسمة. قصبة سيد صادق وبنجوين من ضمن محافظة حلبجة. قصبة سيد صادق عدد نفوسه 97 ألف نسمة. بنجوين 50 ألف نسمة. ذولي الاثنين رافضين رفض قاطع الانضمام إلى محافظة حلبجة. فلو استبعدتهم الحقيقة راح يبقى بحدود 180 أو 183 ألف نسمة تتشكل منهم المحافظة الجديدة. هذا الموضوع، هذا الباب الحقيقة هو ليس يعني ليس من باب إداري، لكن من باب معنوي، من باب الرمزية، أنهم محافظة تعرضت إلى ظلم النظام البائد وطاغوت الحاكم ودفعت ما دفعت والكل يعلم. من هذا الباب يعني يتم استحداث قضاء حلبجة من باب إنساني، من باب المكان اللي هذا فتح لنا أبواب أنه أقضية كثيرة تطالب بتحويلها إلى محافظات وهي بأعداد ونسب سكانية أكبر بكثير من حلبجة أو محافظة حلبجة. ويعني أبسط شيء عندنا نحن في بغداد الآن المدينة مدينة الصدر الآن عدد ملايين نفيس 4 ملايين نسمة، يعني كم محافظة لازم تصير إلى لجأنا إلى النسبة السكانية. قلت لك موضوع هم كثر المحافظات بجنبتين يعني أو كثرة طلبات تحويل الأقضية والنواحي إلى محافظات لغرض لغرض منه أنه تتحدد نسب مالية واستحقاقات كمحافظات لغرض إعمار وتطوير هذه المناطق، كون هذه المناطق تعرضت إلى إهمال شديد أو عندما تدرج ضمن محافظة رابع محافظة تؤخذ يعني لا تؤخذ بنظر الاعتبار بشكل جيد، بينما يتم التركيز على المحافظة ذات المحافظة مركزها، الأقضية والنواحي تكون وارداتها أقل أو المرصود لها أقل، لكن في حالة تحويلها إلى محافظات يمكن إعمارها بسرعة، تهيئتها بسرعة من هذا الباب. طيب سيادة النائب، يعني يبدو أن هناك تسهيلات كبيرة يقدمها الدستور لهذه الفكرة، لكن هل من الممكن أن تقف العقبات المالية حائلا في المضي بهذا الاستحداث لعدد من المحافظات؟ هي أصلا الحافز اللي يجعل الأخوان يطالبون بزيادة عدد المحافظات هو وازع مالي، يعني مطلبهم الحقيقي أن تخصص أموال لهذه المناطق اللي يعتبروها أنها لم تأخذ استحقاقها الحقيقي في الموازنات وفي التخصيصات المالية. لذلك عمدوا إلى المطالبة بتحويلها إلى محافظات، وهذا يعني بي نوع من الحق لهم أن يطلبون، لأنه الإنسان يحب يعمر وكل من يحب ولايته مدينته تعمر، هذه بديهية.
لكن اكو جنبه اخرى ايضا. الحقيقه هو تشظي كبير، يعني من نتبارع تاخذه من جانب اخر، هو تشظي كبير وسعه اداريه واسعه، فبي جنبه حسنه وفي جنبه اخرى سيئه الحقيقه. نتمنى يعني ان تصل الى نتائج طيب. نصل بها الى نتائج مرضيه. أعود لك مرة أخرى سيد نزار، يعني طلبات تحويل بعض المحافظات أو الأقضية إلى محافظات، هل تعتبرها أنه الحل الأمثل لتقديم الخدمات المطلوبة لأهالي هذه الأقضية التي ترغب بأن تتحول إلى محافظة وهناك نقص كبير بالخدمات، بعض الجهات تعجز عن توفيره لبعض المحافظات والأقضية؟ يعني مؤكد انه القضاء اللي يشعر بعدم وصول استحقاقاته بشكل وافي او عدم تقديم خدمات اداريه فاعله لمواطنيه من حقه ان يطلب بحسب المعايير المعتمده لدى الدوله العراقيه والمؤسسات التخطيطيه على المستوى الاتحادي، من حقه ان يطلب الترقيه الى مستوى محافظه. بالمناسبه الارتقاء إلى مستوى محافظة، أنا أعتقد الجنب المالية هنا راح يكون جزء كبير منه هو ضمن تخصيصات المحافظة، يعني لكل قضاء أكو تخصيصات، أكو له حصة من تنمية الأقاليم من المشاريع، وبالنتيجة عندما يشعر القضاء بحرمانه أو هناك إجحاف بحقه المالي في المشاريع في محافظته، من يرتقي الى مستوى محافظه راح تخصيصاته راح يعني تنسحب من تخصيصات المحافظه وتوضع في صندوق يعني موازنه المحافظه الجديده، وهذا امر طبيعي، بالنتيجه راح تكون امواله تحت ايده وبوجود مؤسسه اداريه وتشريعيه من ابناء المحافظه، بالتاكيد راح يكون هناك تطور نوعي في تقديم الخدمات وإنصاف لهكذا أقضية في الحصول على استحقاقاتها وتحقيق تنمية مكانية يعني سريعة في هذه الرقعة الجغرافية. فأنا ما أعتقد يعني أكو فد يعني عائق كبير بين الثوابت أو القوانين الدستورية أو القوانين المشرعة للمضي قدما في تلبية رغبات المناطق وليس يعني الرغبات السياسية. أنا هنا أنا بس أؤكد على نقطة واحدة، أنه إذا وضعنا المعايير بالاتفاق داخل قبة البرلمان أعتقد سنخرج من إطار التجاذبات السياسية والمناطقية في الارتقاء بعدد غير قليل من أقضيتنا المحرومة إلى مستوى محافظات، وهذه اعتبرها حالة صحية وتنم عن مؤشر إيجابي لرفع مستوى الخدمات في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات طيب. والمحرومة. سيد ينادم، يعني يبدو أن فنيا يحتاج العراق إلى استحداث محافظات جديدة لحجم الزيادة السكانية والمساحات الواسعة لبعض الأقضية والنواحي إضافة إلى الخصوصية، لكن هل هي هذه دعوات بعيدة عن التحليلات بتأجيج أو محاولات تأجيج الطائفية، وأيضا مقابلها المكونات المذهبية والقومية تبدو متحمسة نوعا ما لهذه الإجراءات وهذه الدعوات، هل ترون فيه ضمانة وحماية لتنوعها أم أنها تقرأه بعيدا عن الاعتبارات القومية والمذهبية والطائفية فقط من جانب أو جانب فنية بحتة؟ احنا طبعا 20 سنه عندنا خبره وما قبلها لربما قرن كامل. نعم. كان هناك تمييز وتفرقه في التعامل، يعني ابدا ما وصلت كل اللي وصل لمركز المدينه لمركز محافظه ما وصل للاقضيه والنواحي. فاليوم عندنا شعور بالغبن، نعم. بعدين العامل الجغرافي، يعني بين حلبجه وبين سليمانيه اكثر من ساعه سياقه. يعني يتبهدل واحد على ما يوصل مركز محافظه على مد معامله بسيطه، هاي واحد. اثنين، الزميل العزيز عضلة المحافظات قال هي مجرد شو اسمه شيء صادق، لا اكو بنجوين واقدر انه مدينه خانقين اللي هي اغلبيه من نفس الطابع الديموغرافي نفس الطابع الثقافي. نعم. فتدمج هالمناطق هاي تقرب لك النصف مليون، بعدين ما اعطيك حصه زياده جديده، نفس الحصه اللي كانت تروح السليمانيه راح تروح للمنطقه ذيك، بس تتقسم بامان.
وليس كما كانت. وهكذا اليوم كانت مظاهرات، يوم حلبجة كانوا متظاهرين أهالي حلبجة ويطالبون الحكومة، حكومة الإقليم بإنصافهم. يعني لحد الآن عندهم شعور بالمغبونية. طيب صدام حسين قتل وذبح، هسه احنا ما سوينا لهم شيء او سوينا في شيء مو كما يجب. في محافظة أخرى ما أريد أذكر أسامي، كل سنة يرجع نص 50% من موازنة البغداد، بينما سنويا يموتون عشرات الناس بسبب طريق ما طوله أكثر من 7 كيلومتر، وما سوى الطريق، هاي صار 20 سنة وظل الطريق سايد واحد، يومية حوادث. يعني الناس حقها تشعر هذا الشعور، ما له علاقة لا بالسياسة لا بالطائفية، المنطقة من كل الطوائف من كل المذاهب من كل القوميات، وهكذا مناطق أخرى. يعني طوس خورماتو بها كرد وبها تركمان وبها عرب، ما عنده طائفة معينة، بها سنة وشيعة، لكن طوس خورماتو تشعر بغبن أنه لا زالت مهمشة ومتروكة. نعم يمكن إخواني التركمان يردون طوس خورماتو، لربما عندهم ثقل سكاني كبير يكونوا شركاء بالحكم، شكوا بها شو يصير. يعني هذا راح يخدم منطقته وكل الناس راح تخدم، حتى العربي حتى الكردي، ما حد يقرأ. يعني هذا مجرد حجة أنه خوف الحكومة والمالية أنه ترهل الإداري والمالي. لا أنا ما راح أعطيك ولا موظف، بس المحافظ زائد مجلس المحافظة هذا اللي يفرق. ولكن عدد السكان والجغرافيا، ثقل السكاني زائد جغرافيا زائد خصوصية ثقافية همنا، يعني كل العالم هالشكل، يعني كل الدول الأوروبية هالشكل. يعني سويسرا اللي هي سويسرا 40-50 مقاطعة، فوق 54 مقاطعة، ماكو مشكلة. يعني لكن ليش يصير مشكلة عندي؟ بس الحكومة أو المالية العراقية قد تكون تتخوف من الثقل المالي، إضافة إلى أطراف سياسية أخرى. أعود لك بالسؤال. نعم شكرا لك سيد يونادم. أعود لك بالسؤال سيد نزار، بعض الأطراف معارضة لهذه الفكرة تعتقد أنها ستلجأ إلى فكرة أخرى هي الأقاليم بدل استحداث محافظات. هذه الفكرة، فكرة الأقاليم، يعني ممكن أن تقزم فكرة استحداث محافظات جديدة لخدمة الأهالي؟ يعني الأقاليم مستوى إداري جيد، يعني وعندنا تجربة ناجحة بإقليم كردستان فيما لو استطاعت هذه القوى أن تذهب إلى هذا الرأي. وبالنتيجة مع وجود الأقاليم أنا أعتقد الإقليم أيضا بحاجة إلى تعددية إدارية. يعني إقليم كردستان ما أعتقد يعني خدماته بثلاث محافظات راح تكون فاعلة بمستوى لو كانت هناك مثلا 5 أو 6 محافظات. مؤكد الهيكل الإداري ينفتح لحاجة فنية مو لحاجة سياسية. يعني لو كانت القضية سياسية فمؤكد أنه الذهاب إلى الأقاليم تجنبا لاستحداث مزيد من المحافظات، ولكن إذا اعتمدنا المعيار الفني فأعتقد ما نحتاج إلى هذه إلى هذا الهروب، الهروب إلى الأمام من مشكلة ما نقدر نواجهها. أنا أعتقد أكو فرصة اليوم أمام القوى السياسية أن تضع معايير لاستحداث محافظات بتمثيل وطني يحمي العراق، ويستحدث محافظات بها نسيج يعني متنوع. يعني أكو بعض المناطق أنا أعتقد أكو فرصة طيبة أن تستحدث محافظات بها تمثيل لكل النسيج الوطني، وبالنتيجة أنا أعتقد المعيار هو الطريق الأقصر لتخليص القوى السياسية من المناكفات السياسية ومن الاستثمار السياسي لقضية إدارية فنية بحتة. طيب الشكر الجزيل لكم رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد السابق سيد نزار السلطان، كنت ضيفا كريما. والشكر لكم سكرتير عام الحركة الديمقراطية الأشورية سيد يونادم كنا. والشكر الجزيل لكم عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية سيد محمد الشمري، كنتم ضيوفا كرام. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. مشاهدينا المرحلة الحالية هي مرحلة التنفيذ الواقعي، فبعدما تمت الموافقة الأولية بإعادة الصلح بين السعودية وإيران اتجهت الصين إلى التنفيذ الواقعي لهذا الاتفاق بحضور وزيري خارجية البلدين وتبادل إعادة العمل بالسفارات وتجديد التعاون لتوسيع نطاق التبادل أو تبادل الثقة للطرفين وما له من تبعات إيجابية على المنطقة برمتها. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. عقب وساطات دولية بتقارب السعودية وإيران، وزراء خارجية البلدين يلتقيان بأعلى مستوى دبلوماسي منذ 7 أعوام مرت من الخلافات والصراعات،
لتوقيع اتفاقات إعادة استئناف عمل السفارات للبلدين، لتزيل الصين صدى الجفاء بإعادة العلاقات وفق مصالح دولية يراد بها تهدئة الوضع العام للمنطقة. السعودية اليوم تعاني كثير من الضعف، بالتالي استجدت بالعطف من الجارة إيران. هذا الاتفاق له الكثير من المردودات الإيجابية سواء على الصعيد الدولي بما يخص الصين والعراق، باعتبار أن هناك الكثير من الاتفاقيات. كذلك اليوم التحول الذي شهدته العالم من أحادية القطبين إلى ثنائية القطبين سيؤثر على الكثير من التوافقات الدولية. لقاء نادر في العاصمة الصينية جاء استكمالا للاتفاق الدبلوماسي المفاجئ بعد سنوات من توتر العلاقات. أما أمريكا فيرى المراقبون أن هذا اللقاء همش دور إرادتها لتصدم بخروج السعودية من تحكمها وسطوتها بصلحها مع خصمها إيران، لما له من أهمية بتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون على كافة الصعد. التقارب الإيراني السعودي جاء نتيجة تنصل الإدارة الأمريكية عن حلفائها في المنطقة، وبالتالي أخذت الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن مصالحهم بعيدا عن الإملاءات الأمريكية. ومن هنا نلاحظ أن هنالك رغبة لدى الكثير من الدول، خصوصا الدول الخليجية، الدول العربية الخليجية، ذهبت باتجاه الصين وباتجاه روسيا من أجل البحث عن حلفاء والبحث عن مصالحهم. تحديات قائمة أراد طهران من خلال قبول الصلح مع الرياض بإزالة هذه المعوقات للمضي قدما بفسح المجال أكثر أمام فرص التعاون بين الدول الإقليمية بعيدا عن تدخلات الولايات المتحدة وتوجيهاتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشاذر. أهلا بكم دكتور، وكذلك ترحيب المحلل السياسي الأستاذ حسين ريران ينضم مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم أستاذ حسين. أبدأ معك دكتور صالح، يعني هذا التقارب الإيراني السعودي الجاد كما يبدو بعد أن وضع على المسار السليم، كيف ممكن أن يترجم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم من طهران وإلى مشاهدي قناة الأيام. حقيقة قبل أن أجيب على سؤالك لا بد من عودة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، يعني إذا تسمح لي دقيقة واحدة. تفضل. بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1930، وكان هناك تمثيل دبلوماسي بين جدة في وقتها وطهران، ومن ثم تأزمت العلاقات عام 1947-48 وصولا للخمسين بعدما حقيقة أيد الشاه إيران أنذاك قيام دولة إسرائيل في وقتها، وبالتالي قطعت العلاقات الدبلوماسية. ثم عاودت العلاقات الدبلوماسية في ستينيات القرن العشرين لا سيما 62 بتقارب كبير جدا بين السعودية وإيران فيما يسمى حقيقة ب موضوع حرب اليمن، وبالتالي ضد الجانب المصري، وبالتالي كان تقارب كبير جدا في تلك المرحلة، في تلك المرحلة وهو أكبر تقارب سياسي استراتيجي عسكري. من ثم تأزمت العلاقات مرة ثانية في أيضا في ستينيات القرن العشرين عندما تم حقيقة إعدام حاج من إيران في السعودية لأسباب لا مجال ذكرها حاليا، وبالتالي أيضا تأزمت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وصولا لحقيقة فترة 79. كانت هناك علاقات دبلوماسية ولكنها بين تجاذب مرة ومرة تصعيد ومرة هدوء، يعني وراء يعني بعد موضوع حقيقة قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، كانت هناك حقيقة توجهات عقائدية بالنسبة لإيران أعتقد أنها أغضبت الجانب السعودي، وبالتالي هناك أصبح حقيقة هناك فراق كبير في العلاقات السياسية والدبلوماسية وهو فراق عقائدي كما يعتقد السعوديين. الجانب المهم جدا أنه بقت العلاقات لم تنقطع مع الجانب السعودي، أيضا انقطعت في عام 1987 بما يسمى بأحداث مكة بعد أن قتل 400 حاج إيراني نتيجة الاحتكاك مع القوات الأمنية مما سبب أزمة في تلك المرحلة. وصولا إلى عام 1990 أيضا انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكن عاودت أن تعود مرة ثانية وبقى التجاذب بين الطرفين إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق الأخير وهو اتفاق بكين في الصين بإشراف دولة الصين. وأعتقد أنه الشيء المهم في سؤالك اللي سنجيبه الآن أنه هذا الموضوع مهم جدا للتقارب، باعتبار أنه البلدين إيران والسعودية تحولا
من الصراع العقائدي جانبا إلى الصراع السياسي الدولي الحقيقي الذي من الممكن أن يكون له حلول سياسية للمصالح للطرفين واحترام الأطراف الموقع على اتفاق، وبالتالي ينهى الخلاف العقائدي جانبا ونبدأ بخلاف سياسي والخلافات السياسية ممكن أن تحل، وهذا ما حقيقة تصبو إليه صناع القرار السياسي سواء كان في إيران أو في السعودية. واعتقد أن الكافل أو الضامن الرئيسي هو ضامن دولي كبير جدا الصين، ويستطيع أن يلعب دور كبير جدا في تقارب وجهات النظر. أما موضوع أهمية هذا الموضوع في الشرق الأوسط، بالتالي أكيد هنالك أهمية كبيرة باعتبار إذا السعودية هي قطب خليجي، وأيضا الجانب الإيراني هو حقيقة جانب إقليمي كبير ويستطيع أن يؤثر ويتأثر في المنطقة، وبالتالي إذا ما تقاربت هذه الأقطاب سنصل إلى مخرجات من الممكن أن تكون إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وعلى العراق بالذات، باعتبار العراق هو بوصلة وحلقة وصل بين الأطراف، وأعتقد أن العراق كان هو من حقيقة مهد الأرضية لهكذا اتفاق لطيلة الفترة السابقة، وبالتالي وصول إلى هذا الاتفاق الذي أعلنه في الصين حاليا. أرجع لك لهذا المحور دكتور، لكن دعني أرحب مرة أخرى بالأستاذ حسين. أهلا بك أستاذ حسين مرة أخرى، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. وأود أن أسألك عن الاتفاق الذي جرى على ما بين الطرفين، ما بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الطرفين عام 2001. ما مدى أهمية هذا أو إحياء هذه الاتفاقية بالنسبة للجمهورية الإسلامية التي تتعاطى مع تهديدات أو تحديات أمنية طيلة الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، ونسأل الله أن يتقبل طاعات الجميع في هذا الشهر الفضيل. يعني في تصوري العودة إلى الاتفاق الأمني الموقع عام 2001 هو مهم. لماذا؟ لأنه يحدد إطار لحل الكثير من المسائل بين الطرفين على المستوى الثنائي والإقليمي. العشرية الماضية كانت صعبة على الجميع، يعني أمريكا جاءت وأرادت إسقاط النظام في سوريا وقامت ب يعني دفع دول المنطقة، الكثير من دول المنطقة ومنها السعودية إلى تحمل أعباء هذا التآمر على النظام في سوريا، ولكن فشلت رغم أن هناك أكثر من 150 مليار دولار صرف، رغم أن تركيا يعني سمحت بدخول ما يقارب 150 ألف إرهابي تكفيري إلى سوريا وبعدها إلى العراق. يعني هذا جزء من الواقع. في اليمن تحملت السعودية 400 مليار دولار أعباء الحرب، وفي العراق كذلك كانت هناك يعني مواجهة بالنيابة بين الطرفين وتشابك على المستوى الإقليمي. من هنا هذا التشابك كان على مستويات متعددة، سياسي عسكري أمني. والآن العودة إلى التفاهم والعودة إلى الاتفاق الأمني يعني إنهاء الكثير من مظاهر المواجهة على المستوى الإقليمي. إيران والسعودية لاعبان إقليميان كبيران، يعني عندما تكون هناك إرادة سياسية في التفاهم والعودة إلى الإطار الأمني الذي ينظم العلاقة في المستوى الأمني، أتصور أن المنطقة ستكون في وضع مختلف عما كان عليه قبل هذا الاتفاق. طيب، يبدو الاتفاق ليس فقط بإحياء الاتفاقية الأمنية بين إيران والسعودية الموقعة عام 2001، أيضا تفعيل اتفاقية التعاون العام الموقع بين الطرفين عام 1998. ما مدى أهمية العودة إلى هذه الاتفاقيات ليس فقط ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية، إنما للمنطقة بشكل عام، لدول الخليج عموما، اللي أيضا أكو تحديات ما بين الجمهورية وما بين كل دول الخليج تقريبا؟ يعني دعني أشرح مسألة. تفضل. هناك تحول في النظام الدولي، والسعودية تريد أن تحجز لها موقع ضمن إطار التحولات والنظام الصاعد الدولي
الذي يتشكل من خلال التعاون يعني الصيني الروسي الإيراني. من هنا السعودية اليوم غير السعودية قبل 10 سنوات. السعودية اليوم تتفق مع أوبك بلاس وعلى رأسها روسيا، و يعني تخفض إنتاج النفط وترفض أي إملاءات أمريكية في هذا الإطار، في حين أن القرار النفطي أساسا كان بيد أمريكا قبل 10 سنوات. الآن الصين تبيع النفط إلى روسيا إلى الصين يوميا 2,400,000 برميل باليوان. يعني في الثقافة الأمريكية التعامل بغير الدولار كفر وغير مسموح. من هنا السعودية خلقت هامش مستقل عن أمريكا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا الهامش هو الذي يعني سمح بالاتفاق بين إيران وبين السعودية. الآن السعودية هي يعني تحاول أن توازن في علاقاتها بين الدول الكبرى الآسيوية وبين الغرب، في حين أن التحالف سابقا كان مع الغرب يعني بشكل مطلق ومن دون تحفظات. من هنا نحن أمام مشهد جديد، أمام ظروف جديدة، والسعودية تريد أن تتعامل. يعني السعودية قبل فترة طلبت أن تنضم إلى مجموعة شانغهاي، وطالبت إيران والصين في المساعدة للدخول إلى هذا التنظيم الآسيوي الصاعد. من هنا نحن أمام مشهد جديد، هذا المشهد الجديد مختلف عن السابق، وهو الذي سمح بإعادة العلاقات والتفاهم بين إيران والسعودية. طيب أعود لك دكتور صالح، يعني كلام أستاذ حسين وهذا الجمع لهذه الأطراف على أرض بكين، هل يؤكد ولادة جديدة للاستقلال الاستراتيجي والاتجاه شرقا لعموم المنطقة، وولادة ما يسمى بالنظام الجديد اقتصاديا وسياسيا؟ نعم من الممكن أن يكون هناك حقيقة تحول في طبيعة النظام الدولي من نظام وحاده القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حاليا منذ تسعينات القرن العشرين لحتى هذه اللحظة إلى نظام متعدد الأقطاب أو نظام قطبين، يعني قطب شرقي وقطب غربي. والقطب الشرقي هو التحالف الجديد الروسي الصيني كوريا الشمالية أيضا وإيران باعتبارها تمثل المنطقة الأكبر في الشرق الأوسط، وإذا انضمت إليها الجانب السعودي باعتبارها ثقل بعدين إسلامي واقتصادي كبير ويؤثر على الخليج بصورة مباشرة، وبالتالي سيكون هناك تحالف كبير جدا. ولكن أعتقد هذا التحالف يعتمد على حقيقة إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية يعني نفس أو تغير حقيقة الرئيس الأمريكي وما هو موقف السعوديين. لا بوجود بايدن يعني حاليا والإدارة الأمريكية الحالية، هل يمكنها أن تواجه هذا التقارب ما بين السعودية والجمهورية الإسلامية ومواجهة دور الصين اقتصاديا في العالم وعدم الاعتماد على الدولار بالتعاملات النفطية والمواجهة مع روسيا وأوكرانيا اليوم؟ أنا من وجهة نظري كمختص في العلاقات الدولية أعتقد أنه أضعف إدارة أمريكية هي إدارة بايدن، وبالتالي من الممكن استغلال ضعف الإدارة من قبل الأطراف المتحالفة الشرقية. وأيضا أعتقد أنه من الممكن أن يعلو أنه نظام عالمي جديد، وهو حقيقة نظام تعدد أقطاب، ومن الممكن الجانب الروسي أن يعلن ذلك إذا ما حقيقة تعاون مع حلفائه، وبالتالي ستكون هناك مشورة سياسية على مستوى العلاقات الدولية بين هذه الدول اللي ذكرناها الصين روسيا كوريا الشمالية باعتبارها قطب استراتيجي وعسكري نووي أيضا وإيران والسعودية، وبالتالي من الممكن أن يغير طبيعة النظام الدولي، وبالتالي من الممكن إعادة التحالفات من جديد، وسيكون هناك شرق أوسط قوي جديد إذا ما تعاونت السعودية وإيران. ومن الممكن أن يكون العراق مع هذا التحالف باعتباره راعي من البداية، وكان حقيقة له تأثير كبير في تقريب وجهات النظر، ومن الممكن أن نثب باتجاه نظام عالمي جديد
يخدم جميع الأطراف المتحالفة ويكون هناك استقرار على مستوى السياسة الدولية باعتبار أنه نظام الأحادية القطبية إلى أفول وكما تكون هي المعطيات الجديدة. الشكر جزيل لكم أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما. وشكر لكم المحلل السياسي الأستاذ حسين رويران، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من طهران. شكرا لكم أستاذ حسين، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.